سمعتك الفرع مصر في الاتحاد الاجتماعي المنوبة في الزيارة هذه للمطار السيدة الأمامية، كان تعطينا فكرة صغيرة على المناسبة بتاع الزيارة. أنا كنت دائما أقول في خصوص المسائل المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، وأنه الدين هو قبل كل شيء ثقافة وحضارة، وهو عقيدة بطبيعة الحال. فكل هذه المقامات الموجودة في بلادنا والزوي إلى غير ذلك هي حصيدة من تراث عنده علاقة يعني تكاد تكون مباشرة في بعض الأحيان عند البعض وغير مباشرة عند البعض الآخر، لكن عندها علاقة بالثقافة والحضارة المستمدة من الجذور العربية الإسلامية، وربما تفوت ذلك حتى في بعض الأحيان هنالك مرجعيات التي تتجاوز يمكن القرن الرابع عشر. هذا الكل يجعل وأنه السهر على هذه الإنجازات وعلى هذه المحدثات القديمة العريقة في التراث الثقافي والحضاري بتاع بلادنا هي اعتبرها من المسائل التي يجب أن يكون بها عناية كبيرة على هذا الأساس، قطع النظر على كل المرجعيات الأخرى والخلافات الموجودة في العقائدية إلى غير ذلك. إذن هي أقول وأن السيدة المنوبية هذه في تراث تونسي قديم معروف بها، أحمد توهوني وجاءوا جماعة من ليبيا أنا قاعدين نشوفوا فيهم لهنا لأنهم يعرفوا هالمقام ذا ويعرفوا هالتاريخ متاحة وعندهم يعني فكر عليها، ولهذا نحطوها احنا في اطار هذا الموروث الثقافي لبلادنا واللي يلزمنا نحافظ عليه، واللي لا احد يمكن ان يقبل وان هذه التهجمات تقع عليه بهذه الطريقه او بطريقه اخرى، بل بالعكس يجب الاعتناء به وصيانته. واحنا قاعدين نشوف اليوم بعد سنه وانه مع الاسف تعثرت الاشغال نظرا لانه الموارد ناقصه وشحيحه في هذه الحاله، وارى وانه يكون من الواجب والمناسب ان نسرعوا باش ان ترجع السيده المنوبيه كما كانت عليه ومقر نتاع الزياره، اضافه الى انها كانت زاد ايضا ماوى للاجئين وللمعوزين وماوى للطلبه حتى اللي تمكينهم من التمييزات في القرار، بحيث هذه كلها معطيات تاريخيه اللي بلادنا عندها تذكر بالتاريخ هذا واللي لازمنا نحافظوا على هذا التعليق نتاعنا. شكرا.